طيب، من أخبارنا السريعة النهاردة أن أعلن مجلس دبي الرياضي عن الترشيح طبعا نجمنا الكبير الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة جلوب سكر، جائزة جلوب سكر لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022 ضمن قائمة من النجوم الكبار على مستوى طبعا كرة القدم حول العالم، بتضم 25 لعيب. محمد صلاح بينافس على هذه الجائزة، طبعا محمد صلاح هداف طبعا فريق ليفربول بينافس والفوز بالنسخة 13 من هذه الجائزة، مجموعة كبيرة جدا من اللعيب على مستوى العالم كله، يعني بنتكلم على كريم بنزيما الحاصل على يمكن الكرة الذهبية من أيام قليلة، بنتكلم على روبرت ليفاندوفسكي، بنتكلم على هالاند، بنتكلم على ليونيل ميسي، بنتكلم على مبابي، بنتكلم على البرازيلي نيمار، كريستيانو رونالدو. فزي ما بقول لحضراتكم القائمة قدام حضراتكم هي دي اللعيبة المرشحة لجوائز جلوب سكر في 2022. زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح يتصدر هذه القائمة، ولكن كمان نجوم كبار جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم لويس دياز، كانسيلو، فودين، دي بروين، محرز، هالاند، كاسيميرو، كمان في ميسي، رونالدو، يعني مجموعة كبيرة جدا من النجوم الكبار جدا على مستوى الكرة العالمية. والحقيقة يعني دي بقيت طبعا ساديو ماني متواجد، طبعا كان حصل على الجائزة الثانية أو المركز الثاني في الكرة الذهبية ل 2022، مبابي، نيمار، نكونو، كريستوفر نكونو، كمان كريستيانو رونالدو، يعني قائمة كبيرة جدا كلهم نجوم كبار. نتمنى إن شاء الله إن يكون هذه الجائزة لنجمنا الكبير، احنا دايما سبورت لمحمد صلاح، محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم يعني سفير يعني فوق العاده لمصرنا الحبيبه، للدول العربيه، للقاره الافريقيه، الحقيقه بيقدم مستويات خلال سنوات كثيره جدا اضاها في خاصه في الدوري الانجليزي. اتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح والحصول على هذه الجائزه. وفقا للجنه اللي اعلنت يعني او اللجنه المنظمه لجوائز جلوب سكر، هيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من التصويت للمرشحين يوم 2 نوفمبر القادم. الجولة الثانية هتنتهي أو عملية التصويت منها في يوم 16 نوفمبر قبل يوم 1 من حفل الكشف عن جوائز جلوب سكر للعام الجاري. هيتم الاختيار الفائزين بجوائز جلوب سكر من قبل الجماهير ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة كبيرة جدا من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية، على رأسهم طبعا الموسم ده أنطونيو كونتي مدرب طبعا فريق الميلان. الجماهير بتصوت عبر موقع جوائز جلوب سكر وحسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفائزين حيث بيتأهل في النهاية 8 لاعبين من القائمة من 25 لاعب، هيتأهل 8 لاعبين المتنافسين للمرحلة الثانية، وهم طبعا اللي هيحصلوا على اعلى الاصوات. في المرحله الثانيه هيتم التصويت ما بين المتاهلين من الجوله الاولى بنسبه 40% من الجائزه لتصويت الجماهير، بينما تضع لجنه جلوب سكر اي النسبه المتبقيه اللي هي 60% لطبعا لجنه متخصصه لتحديد الفائز بهذه الجائزه. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم كل التوفيق اللي نجمنا، لان احنا بندور مع محمد على كل حاجه تزيد من روحه المعنوية بشكل كبير جدا. الفترة اللي فاتت محمد صلاح رجع بشكل أكتر من رائع من خلال مباريات رائعة على مستوى البريمير ليج، على مستوى كمان دوري الأبطال، وكل التوفيق لنجمنا، لأن مهم جدا وجود محمد صلاح في قائمة الجوائز العالمية. محمد صلاح من 2018 بيترشح ليه من أفضل، نقول من أفضل 10 على مستوى العالم، من أفضل 5 على مستوى العالم، يعني شيء يسعدنا كمصريين، وإن شاء الله كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح.